زي ما انت شايف الحلال اكثر من البني ادمين، وما فيش لا بيع ولا شراء. وبعدين الاعلاف غاليه، عمال كيس الخال ابو 10 صار ب 40 ب 40، يعني بتبيع لك راس بتروح تشتري فيه علف، يعني كل يعني حياتنا كلها خساره في خساره. السنوات الماضية كلها متشابهة، بل الناس من سوء إلى أسوأ، هو الوضع الاقتصادي اللي بتمروا فيها، ولكن نتمنى إن شاء الله من الله عز وجل أن يتم يتحسن عنا الوضع والجميع يضحي، ولنا عيد الأضحى هذه فرحة للجميع. في ظل الحصار والأوضاع الاقتصادية السيئة في قطاع غزة، يعني ظروف سيئة جدا جدا من ناحية اقتصادية، في السوق مليان يعني من الأغنام والخلفان، لكن ما فيش قوة شرائية، قوة شرائية ما في، لأن الناس ما معها مصاري وتمر بظروف اقتصادية سيئة يعني.